الحقيقة ردود الناس اللي احنا شفناها على الشاشة كلها حاسة بقيمة السخرية ودور النكتة، لكن هل ده بيفرق ما بين السخرية وما بين النكتة؟ هل السخرية بتؤدي وظيفة سياسية، أو زي ما قلنا هو يمكن استخدامها ضد الأمن القومي؟ وإيه خبراتنا التاريخية في تعامل أجهزة المخابرات والأمن القومي معاه؟ خلينا نشوف شوية معلومات بتقول لنا إيه عن السخرية. في دراسة قريبة تعرضت لي السخرية وكانت عن مواقع التواصل الاجتماعي، وده كان في سنة 2016. الدراسة بتقول إنه المبحوثون بيفضلوا عرض المادة السياسية من خلال عنوان وخلال صورة، لازم يكون في تايتل اند ايمج. 53% من العينة اختاروا ده، اختاروا يشوفوا صورة ويشوفوا عنوان جنب المادة الساخرة. طيب اللغة العامية، اكتشفنا ان 57.4% بيفضلوا السخرية باللغة العامية، خاصة عند عرض اي مواد ساخرة عن السياسة بالذات. طيب خلونا نشوف كمان الأفكار السلبية التي بتعرضها المواد الساخرة عن السياسيين اللي هي بتتفوق على الأفكار الإيجابية. بصوا هنلاقي رقم هنا كبير جدا، الرقم 98.5%، يعني تقريبا ما عندناش أي إيجابية في السخرية. طبعا جامعة كولومبيا واحدة من أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية عملت دراسة عن السخرية. بتقول دراسة جامعة كولومبيا أن التهكم والسخرية بتحفز التفكير الإبداعي لدى من يقوم بالتهكم أو حتى من يستمع إلى هذا التحكم. السخرية زي ما بقول لكم هي كانت موجودة الحقيقة على الكثير من المواقع والكثير من الصحف. خلونا نروح إلى الحوار المتمدن ونشوف هما بيقولوا إيه على النكتة السياسية. هم بيقولوا النكتة السياسية ليها أثر خاصة على الثورات الشعبية. هم بيقولوا أنها بتعد ظاهرة إنسانية لم تترك جانبا من جوانب الحياة إلا ولامسته، خصوصا وقت الأزمات كونها بتلامس هموم الناس ومعاناتهم. وبيقولوا أن النكتة بتعبر عن ثقافة أمة، ويمكن أنها كمان تحرك أمة بأسرها. طيب خلونا نروح لكاتبنا الكبير الأستاذ عادل حمودة. طبعا الأستاذ عادل حمودة له كتاب شهير عن النكتة السياسية. عادل حمودة بيقول شر الهزيمة ما يضحك، وبيقول إن النكتة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لقياس مزاج المصريين في غياب الفضائيات ومراكز الأبحاث. وبيقول كمان أن النكت التي أطلقها المصريون لم تخلع حاكما أو تغير نظاما، لكنها كانت تخرج طاقة المعارضة في صدورهم عشان يناموا مستريحين دون أن يشغلهم أي تغيير هم متضايقين منه. طب هل عبد الناصر استفاد من النكت التي قيلت عنه؟ خلينا نعرف ده دلوقتي. طيب عايزين نروح دلوقتي احنا لفيتو. فيتو الحقيقة من الصحف اللي أشارت إنها بتقول من ثورة إلى ثورة ومن رئيس إلى رئيس، هي بتوصل في النهاية وعايزة تصف فيتو الحقيقة إنه هذه الثورة هي الثورة الضاحكة.